شو عم بتقول انت وياه؟ شو هالجرأة هي؟ ها انت هاد الشيء اللي حكيته، قول هالكلام بوشي. شو وين راح صوتك؟ عمري لك عيد اللي حكيته. باشا بالك يا باشا، باشا يا حقير يا باشا، قولوا لي باشا بترجاك باشا. باشا تعال معي يا باشا، احكي يا شبان، خذوا حطوه بالسجن، والصبح راح ينعدم بساحة السوق قدام كل العالم. اتركني صوح، تعال معي. لك اتركوني، بعدوا عني، الله يخليكم ساعدوني يا ناس. فكرت شو الطريقة اللي انت راح تموت فيها؟ بتمنى موت وانا صديقك يا مولاي واخ لحضرتك، ومثل ما كنت على طول رفيق عمر، روحي بعد الموت ما رح تكون مرتاحة إلا هيك. سليمان، يا سلطان قلبي وروحي، ليش لهلأ ما نمت؟ شو شاغل بالك؟ في وحدة خاينة حاولت إن تقتله لابني الأمير مصطفى. حسب ما عم بيقولوا إنك أنت ورا هي القصة. مين يلي عم يتهمني؟ كيف بيتجرأوا يفتروا علي هيك افترا؟ هذا إبراهيم باشا ما؟ أكيد هو، ما في حد غيره بيتجرأ. لا تكون صدقت يا سليمان، معقول تصدقوا للشخص يلي سممك وحاول إنه يقتلك؟ لو صدقته ما كنت واقفة جنبي ويام. طالما مانك مصدق، انت كيف بتسمح لابراهيم انه يتهمني هيك اتهام خطير؟ امتى رح يخلص هذا الصراع اللي بيناتكن يا هويام؟ معقول تضلوا كل عمركن اعداء؟ هاد مو ذنبي يا سليمان، مبين انه ابراهيم باشا عم يحاول يغطي على عملته. بعدين ما تنسى انه عادة كل الناس يلي حواليك عينه على عرشك، والطريق الوحيد ليوصله هو الأمير مصطفى، لقاءاتهم السرية ومراسلاتهم. عم يحاول يخليه يستلم العرش بأسرع وقت. هلأ أنا بوثق كتير بالأمير مصطفى، بس ما فيني أقول نفس الحكي بالنسبة لإبراهيم، لأنه قلبه مليان بالحقد والكره وطموح كبير ما عم يسيطر عليه مع الأسف. طيب وإنت يا هويام، قلبك بشو مليان؟ بالعشق يا سليمان، عشقك وبس. سمو الأمير،
تعالي فاطمة. ما بعرف شو بدي أقول، بس الموت حق علينا. هذا قدر من رب العالمين ولازم نقبل فيه. رب العالمين هيك رايد. ونحن لازم نقبل بحكمه. سمو الأمير، رح تنتقم لابننا مو هيك؟ الموضوع واضح، السلطانة هيام هي اللي ورا موت ابننا. نحن لازم نساوي شيء. هذا الشيء لازم تدفع ثمنه. صحوا ضميركم يا ناس، لازم نحن نتحرك. إبراهيم باشا هالظالم هالكافر عم يتقوى بنفوسه على المسلمين الفقراء المساكين. والله ما بيجوز هذا الكلام، ما بيصير. ومبارح قدام كل العالم والخلق شحطوا له سيفي افندي المسكين على السجن. الله اكبر على الظالم. لا مو بس هيك، امر انهم يعدموه بالسوق كمان. لو كان مسلم عن جد ما كان سوى هيك ابدا بشهر رمضان الكريم. الكافر الله يقوينا على الظالم. الله اكبر على الظالم. مولاي اجا اياس باشا. خليه يجي. مولاي السلطان. تعال يا باشا. خير شو في؟ مولاي في شغله ضروريه لازم تعرفها يا مولاي. احكي يا باشا. امبارح صايره حادثه كبيره يا مولاي خلال صلاه التراويح يلي تواجد فيها ابراهيم باشا. الباشا حاطط واحد من الاهالي بالسجن والناس متضايقين. شو كانت المشكله؟ ما في معلومات مؤكدة، كل واحد عم يحكي شكل. بعد خبر ورا إبراهيم باشا. إبراهيم باشا إيديه ملطخين بدم المسلمين، قاعد بقصر طويل عريض وعم يظلم الناس. هلأ هو بيكون مبسوط، وبالمقابل بيكون سيفي أفندي يلي ما إله أي ذنب بشي أبداً بالسجن عم يتعذب. مزبوط. إذا منسكت على هالشي بنكون ظالمين. خلونا نتحرك بسرعة، خلونا هلأ نروح على القصر. الباشا ظالم ونحن ما لازم نسكت. نحن لازم نساوي شي، ما بيصير هذا الكلام. روحوا لعنده. يلا على قصر الباشا. خلونا نروح على القصر. هذا الكلام ما بيصير. نحن لازم حتى الباشا. هذا الظالم لازم وقف عند حده. لازم نسكت. هي أنا يا حضرة الباشا. ليش هيك تفاجأت بشوفتي؟ السلطانة شهرزاد، سامحيني ما لي خبر إنك رح تجي لهون. ليش خديجة ما قالت لك؟ مبارح رجعت متأخر شوي، ما صار لنا فرصة نحكي مع بعض. أهلا وسهلا فيكي، نورتي القصر. من وقت طويل ما التقينا سوا. صحيح. كيف صحتك؟ إن شاء الله أمورك منيحة. منشكر الله ما عنا مشاكل بنوم. أنت كيفك؟ كتير منيح، داعي لك بالصحة على طول. أنا متأكدة إنك منيح. صباح الخير. صباح النور خديجة. يا إبراهيم باشا.
الحمد لله مبين عليكم انكم كتير مبسوطين مع بعض. هو عطول مشغول عني بأعمال الدولة، هي مشكلتي الوحيدة معه. الربيع جاي يا سلطانة، بوعدك آخد إجازة ونقضيها سوا. شو هالأصوات؟ شو صاير برا؟ إبراهيم؟ خير شو صاير برا؟ شو بدهم هدول؟ ما بظن إنه الموضوع إله علاقة بالباشا. شو أنت مو سامع إنه عم ينادوا باسمه يا خديجة؟ بعد شوي منعرف. حضرة الباشا، لا تطلعوا مشان سلامة حضرتكم. ليش جايين؟ عم يطالبوا بالإفراج عن سيفي أفندي باشا. باشا، خلوا الخاين اللي عم يحرضكم يجي يواجهني. يلا واضح يا رجال انكم ماشيين ورا واحد جبان خايف يظهر يواجهني. اما بخصوص ذاك المغفل سيفي افندي، نحن ما رح نخلي سبيله ورح ينال العقاب اللي بيستاهله اي واحد مثله. هلا في عندكم خيارين، يا اما بتروحوا على بيوتكم بهدوء او بنقطع لكم رؤوسكم كلكم نتيجه تمردكم على الدوله. القرار لكم. هيك لك عم. الحمد لله بلشوا يروحوا. إبراهيم باشا شو عامل لحتى هالناس معصبين منه؟ مو سهل الواحد يكون وزير أول، هو اللي عم يدير الدولة، يعني كل الحمل فوق ظهره. بعدين صعب الواحد يرضي كل الناس. ليش طلبتي مني إجي؟ شو هالسؤال هاد؟ بدي أعرف الحقيقة لشو طلبتي مني إجي؟ ولا تقولي لي إنك اشتقتي لي. طيب ماشي، يلا تفضلي قولي شو السبب؟ هويام، أكيد عرفتي عن الشغلات اللي عملتها هون، وفي كتير شغلات لسه ما بتعرفيها. هي هلأ كتير قويت، ضروري نحط إيدنا بإيد بعض لنوقفها. جاية تقولي هيك بعد كل هالمدة؟ سوينا اللي بيطلع بإيدنا، كتير حاولنا نشيلها من قلبه لجلالة السلطان بس ما قدرنا. كتير نسوان إجوا راحوا على هالقصر بس ما في ولا وحدة ضلت، صارت مسؤولة عن الحرم لك كله، وياريت مكتفية بهالشي، عم تطمح كمان لتدير الدولة. برافو عليها، أنا متأكدة إنه رح تديرها أحسن منكن. شو هاد اللي عم بتقوليه؟ هي حاولت تقتله للأمير مصطفى أكتر من مرة ولإبراهيم كمان، بس الحمد لله، الحمد لله إنه ما قدرت تنجح. المشكلة إنها تجاوزت حدودها، صار لازم نوقفها فوراً. اللي كانت جارية ما قدرتوا إنكم توقفوها، وهلأ بعد ما صارت أم لأربع أمرا بدكم تتخلصوا منها؟
صدقيني إذا أنت بتوقفي معنا ممكن نقدر. لا. ليش لا؟ لا، لأنه هاي مشكلتكم يا خديجة، ويا ريت ما تدخلوني فيها. بس أنا يا أختي عم حاول أحمي مستقبل السلالة كله. تحمي السلالة؟ ولا تحمي مستقبل إبراهيم باشا؟ ادخل. مولاي، شو صاير مبارح بصلاة التراويح؟ الناس كتير متضايقين. انت كيف بتتجرأ تاخد الناس على السجن وخاصة بشهر رمضان الفضيل؟ شو القصة يا إبراهيم؟ مولاي، وأنا وطالع من الجامعة وقفوا بطريقي وقالوا بحقي كلام مهين، قالوا عني إني كافر وخاين. أنا حاولت أطلع من هنيك مشان ما تصير أي مشكلة. نصوح أفندي كان معي وشاف وسمع كل شيء، حكوا كلام بمس بكرامتي وكمان عم يشككوا بإيماني. ما قدرت أتحمل. شلون بيسترجي يعمل هالشي؟ شلون بيتجرأ وبيتطاول على الوزير الأول للدولة العليا؟ مسكت واحد منهم وأمرت بقطع راسه ليصير عبرة للناس. اليوم رح ينعدم. إذا كان بيستاهل الإعدام مو أنت بتقرر، في محكمة هي اللي بتصدر الحكم يا إبراهيم باشا. بتخبروا للقاضي أبو السعود وبتعطوه كل المعطيات، خليه يحكم بالقضية. تنزل بحالتين بس، يا أما بحالة العشق أو الموت. سليمان روحي. اتركونا لوحدنا. ديانا. مولاتي السلطانة. وفاة حفيدي سليمان مو علامة خير. واضح انه يلي حاولوا يقتلوا لابني مصطفى هن اللي قتلوا لي حفيدي. هيك حضرتك بتتوقعي؟ متوقع. نحن لازم ما ننسى أنه كان في جاسوسة بيناتنا، بلكي كان في غيرها بالقصر. شو بعرفنا ما يكونوا نقلوا العدوى قصداً؟ لا تاكلي هم بنوب سلطانة، أنا مستحيل خلي حدا يأذيكي أو يأذي سمو الأمير. ديانا، مستعدة تعملي شغلة مشاني؟ طبعاً يا سلطانة. مستعدة لدرجة إنك تقتلي حدا مثلاً؟ مستعدة افديكي بروحي يا سلطانة. جلالة السلطان رافض طلب إبراهيم باشا،
الزلمة اللي حطه بالسجن رح يتحاكم. هالخبر كثير حلو يا رستم آغا، معناته السلطان ما عم ياخد رأيه بعين الاعتبار مثل ما كان بالماضي، يعني إبراهيم باشا قربت نهايته. المهم هلأ هو قرار القاضي أبو السعود يا سلطانة، إذا بيشوف الحق على الباشا هداك الوقت بيكون أمره انتهى نهائياً. هلأ القاضي بيقدر ياخد قرار ضد الوزير الأول؟ القاضي ما بيخاف من حدا أبداً، وما في حدا بيأثر عليه، حتى جلالة السلطان ما في ياخد هالقرار ويعدم إنسان حر بدون ما يكون في حكم قاضي. رستم آغا، المجهود اللي بذلته أنا رح كافئك عليه. الله يديمك يا سلطانة. بتشكرك يا سلطانة. إمتى رح تسافر؟ بإذن الله بكرة الصبح موعد السفر، اجيت ودي حضرتك وجلالة السلطان. كيف هلأ رح نقدر نتواصل؟ رتبت هالشي سلطانة، سنبل رح يقدم لك المعلومات. ممتاز، لكن إن شاء الله توصلوا بالسلامة، وإذا صار شي وحتشتلك ببعت لك خبر. طبعا يا سلطانة، أنا جاهز لأوامركم بشكل دائم. سيادة القاضي، إلي إجا إياس باشا وبده يقابل حضرتك. خليه يتفضل. تفضل يا باشا. أبو السعود أفندي، آسف إذا أزعجتك. أستغفر الله، حضرتك بتشرف بأي وقت، أهلا وسهلا فيك، اعتبر حالك ببيتك. أمور، إجيت بأمر من جلالة السلطان، حضرته أمر إنكم تحاكموا واحد من المتهمين. أي وشو قصته هذا الشخص؟ مبارح صارت حادثة قدام جامع آيا صوفيا، وعلى أسرع اعتقلوا لهذا الزلمة. وصل لمسامعي شوية حكي عن هالقصة. مثل ما سمعت حادثة مبارحة إلها علاقة بإبراهيم باشا، مو هيك؟ كيف جلالة السلطان بياخد هيك قرار يا نصوح؟ اللي شو معناته هالتصرف؟ الكل سمع بهي الحادثة يا باشا، أكيد مولاي حابب يحط حد لهالموضوع، بالإضافة لأنه عقوبة الإعدام أصلاً بتحتاج قرار من القاضي. المشكلة أنه أبو السعود هو القاضي، والفرصة هلأ إجت لعنده مشان ياخد قرار ضدي. ما بظن أنه هو بيسترجي يعمل هيك. واضح أنه فخ يا نصوح أفندي، أعدائي حابين ينزلوا من قيمتي واعتباري، وخاصة قدام جلالة السلطان. مولاي السلطان. تعال رستم آغا، قرب لعندي. إمتى موعد سفرك؟ بكرة رح سافر على تكة مثل ما حضرتك أمرت يا جلالة السلطان، مشان أقوم بالمهمة اللي وكلتني فيها. أنا ما بشك أنك رح تقوم بهاي المهمة بنجاح وتكون قد المسؤولية. أنت محتاج أي شيء؟ ما بدي إلا أكون عند حسن ظنك يا مولاي السلطان. خلي العدالة تكون رفيقة دربك وتنور طريقك. الله يكون معك ويحميك يا رستم. سلطانة، إن شاء الله صحتك منيحة. شكراً رستم آغا، منيحة. وإنت؟ دعيلك بالصحة والسلامة. يا سلطانة، شوفي، بدي قلك أنا تعينت على سنجق تكي وبكرة رح سافر. حظي حلو أني قدرت أودي حضرتك. منيح، توصل بالسلامة رستم آغا، والله يوفقك. يروح قلبي، أنا رح أتركك وروح، بس والله غصب عني ومجبورة. ما
تركوا لي حل تاني أبداً. أنتي لا تاكليها. أمك رح تعمل المستحيل لترجعوا سوا، وبعدك رح يجي يوم نكون فيه تحت سقف واحد وما في قوة بالدنيا رح تفرقنا. إبراهيم باشا، بابا. حبيبة قلبي، هيام شو رأيك تروحي معنا بكرة لعند خديجة؟ أنا بتشرف يا سلطانة. سلطانة، انت ما اكلتي شي بنوب وطول الوقت ساكتة، انت مزعوجة من شي؟ لا ولا شي، انا منيحة. اكيد مزعوجة مشان ابراهيم باشا، ما هيك؟ من وين طلعت له هالبلوة بهالشهر المبارك؟ ما حدا منا بيعرف، الباشا مو ناقصه، بس ان شاء الله تنحل على هيك وما يأذوه. لا تاكلي همه هيام، لأنه إبراهيم باشا ما بيغلط أبداً. الناس كتير متضايقين يا سلطانة، ولو ما هيك ما كانوا هجموا على القصر. إبراهيم باشا تصرف مع هدول الجماعة، وإن شاء الله إنه ما حدا رح يأذيه. مزبوط، بس الواضح إنه مولاي السلطان ما عجبه أبداً قرار إبراهيم باشا، مشان هيك حول القضية لعند حضرة القاضي. بكفي بقى، كم مرة قلت لك إنه هاي الأمور ما بتعنيكي وما تتدخلي فيها؟ خديجة هي اللي بلشت. روحي على قصرك فورا، أعصابك متوترة كتير وعم تغلطي بالحكي. رح روح يا سلطانة، أصلا لولاكي ما كنت إجيت. بالإذن. سلطانة، سمعتيها شو قالت هالحية؟ سلطانة طولي بالك، هي بس عم تحاول تستفزكم. يلي مجنني موقف شهرزاد، واقفة بصف هيام على طول، وأنا مستغربة كتير هالتصرف، عم يضلوا على طول مع بعض. لتكوني ما حكيتي لها. معقول ما أحكي لها؟ والله فهمتها كل شي. واضح ما رح تساعدنا يا ألفت، قالت لي إنه هي ما لها علاقة بنوب. مخططي راح على الفاضي للأسف. أنا ما قصد تزعل السلطانة مني. أنت مالك علاقة بنوب يا هيام، أختي خديجة طول عمرها هيك حساسة زيادة. وخاصة بعد الشيء اللي عمله مع إبراهيم باشا من مدة يا سلطانة. أنت شو قصدك؟ بقصد لما خانة مع فريال يا سلطانة، أكيد حضرتك سمعتي بهالشي. وصلني الخبر. مو سهل بنوب على السلطانة خديجة أنه جوزها يخونها. الموضوع فيه كتير إهانة، بس هي تجاوزت الموضوع وسامحته للباشا. تعرفي السلطانة خديجة بتحبه للباشا وما فيها تتركه. إبراهيم باشا رح يضلوا يتجاوز حدوده.
ولأنه كتير بتحبه رح تسامحه على طول. مزبوط. ومن طيبة قلبها عفت عن فريال وتقبلت بنتهم كمان. شو عم بتقولي؟ فكرنا إنه البنت ماتت بعد الولادة، بس طلعت السلطانة مخبيتها. ووقت عرف الباشا بالموضوع إنه بنته نور عايشة، حطها ببيت بعيد عن القصر، ومشان يبعدوا فريال عن البنت قاموا جوزوها. المهم هلأ إنهم مبسوطين مع بعضهم، ما هيك؟ صحيح، كل شي صار من الماضي وهلأ مو وقت الحكي، خلينا مبسوطين مع بعض. تفضلي. فريال خانم، رح يجي يوم وترجع تشوفي بنتك. ممكن اطلب طلب وحيد، خبر بنتي نور انه انا متخليت عنها. لا تخليها تنساني يا باشا. لا تاكلي هم بنتك، ما راح تنساكي بنوب يا فريال. بتمنى انك تسامحني. انا مسامحك. الله يوفقك ويحميك. باشا، في شغلة أنا حابة إنك تعرفها. شو ما رح يصير ولحتى آخر يوم بعمري، أنا ما رح أنساك. حياتي تغيرت من وقت ما شفتك. مو مهم أنا وين ومع مين، المهم قلبي مع مين. ليش خايفة كل هالقد؟ بدي أتأكد إذا حضرتك اللي طلبت إنه يحاكموا لإبراهيم. مو لإبراهيم يا خديجة، أنا طلبت إنه يحاكموا الشخص اللي افترع إبراهيم باشا. لشو المحاكمة مولاي؟ أنا ما عم أفهم. إبراهيم خدم حضرتكم بكل إخلاص وخدم السلالة لعدة سنوات، وحضرتك مولاي بتوثق فيه كتير، وفوق كل هالشي هو زوجي. معقول حضرتك تعمل هيك شي بزوجي وأبو ولادي يا مولاي؟ أنا ما رح ناقش قراراتي معك، وبعدين أنا عملت كل هذا الشي يا خديجة مشان مصلحته لزوجك ومشان مصلحة الدولة العالية. حاسة بمغص يا خانم؟ لا أنا كتير منيحة. خبريني فوراً بس يصير معك شي، التزمي بالتعليمات اللي قلتها، لا تخبري حدا بالموضوع. انتبهي كتير يا خانم، اوعى تقولي لمخلوق انك حامل. طيب. شو يلي عم بيصير هون؟ خير يا حكيمة، في شي؟ ما في شي يا أغا، نورهان تعبانة شوي، اجيت منشان اسأل عليها واعطيها دواء منشان ترتاح. ايه معفاية ان شاء الله. اتركوني أنا ومريم لحالنا. شو القصة؟ شو صاير؟
عرفوا انه نورهان حامل؟ انت من ايمتى عم تشوفي ليحيى تشاليجالي؟ رجعنا لنفس الموضوع، ما عم شوفه بنوب، انت اطمن. لو ما كنتي عم تشوفيه يا مريم ما كنتي هددتيني مشان نورهان. مو حابه يحيى يتعاقب وينطرد برات هالقصر بس لانه تجرأ ووقف حكى معي. هذا اذا ما وصل الخبر لمولاي السلطان وقتها اكيد رح يقتله. احسن لك تقولي الحقيقه. قلت لك ما عم شوفه، اجا لعند ابراهيم باشا وتقابلنا على الطريق وحكينا شوي. قولي الحقيقه. روح اهتم بامورك احسن لك ولا تشغل بالك بامور تانية. نورهان اكيد رح يجي يوم ويكشفوها، وقتها شو رح تساوي؟ والأسوأ من كل هاد انه يوصل الخبر لمولاي، وقتها اكيد ما بقى يوثق فيك ولا يبعتك على السنجق. نورهان لازم تنزل الولد فورا. سلطانة، كيف فاطمة اليوم؟ من شوي أخذت دواء سلطانة مشان تقدر تنام، لأنه كانت طول الوقت عم تصرخ وتبكي. الله يعينها. سلطانة، عم دور على حضرتكم. شو في جنان؟ شو اللي صاير؟ في خبر مهم ولازم تعرفي. انت عايشة مو هيك؟ مزبوط يا سلطانة. يا حكيمة، قصة حملة مزبوطة؟ ايه مزبوطة سلطانة، عايشة خانم حامل من شهرين تقريبا. مصطفى. خير سلطانة، شوفي الله استجاب لدعائنا يا روحي وعوضك خير، ورح يجيك يا ابني ولد تاني عوضك عن سليمان الله يرحمه. خبروني هلأ انه الجارية عايشة حامل. قلت لك انه ربنا رؤوف بعباده، ما رح ينسانا. من هلأ ورايح انا ما عاد بدي اشوفك حزين ابدا، بدي اشوف ضحكتك. المدعي حضرة إبراهيم باشا ابن عبدالله، المدعى عليه سيفي ابن بيرم، خليهم يتفضلوا. المدعي حضرة إبراهيم باشا ابن عبدالله، المدعى عليه سيفي ابن بيرم، تفضلوا. نصوح أفندي، بما أنك بتمثل حضرة الباشا راح تبدو حضرتكم كلام بالأول، شو هي الشكوى تبعكم؟ أنا وإبراهيم باشا رحنا على صلاة التراويح يا سيادة القاضي، وبعد الصلاة طلعنا من الجامع، وقتها كان في ناس كتير واقفين قدام الجامع، ولما هن شافونا حكوا كلام بذيء بحق حضرة الباشا. سيفي أفندي كان معهم يا نصوح أفندي؟ أي نعم. طيب شو هو الكلام البذيء اللي قاله بحق حضرة إبراهيم باشا؟ قال عنه كافر يا سيادة القاضي، وإنه بيعبد الأصنام، وقال إنه الباشا لساته محافظ على مسيحيته وعم بيروح على الكنيسة عطول بس بدون ما حدا يشوفه، وكلام كتير من هذا النوع بحقه للباشا. احترامي حضرة الباشا. مسي فورست، أهلا وسهلا. كيفو الملك فرانسوا؟ إن شاء الله تكون صحته منيحة. ملكنا كتير منيح وصحته بخير، عم يستنى يسمع أخبار حلوة من حضرتكم. مسيو فورست، نحن لساتنا عم نناقش الموضوع بالديوان، وأكيد رح ناخد القرار المناسب. حضرة الباشا خبرونا أنه اليوم
في دعوة بالمحكمة بحق حضرتكم. مسيو فورست، لازم تعرف إنه الدولة العثمانية دولة عدالة وحق وبتندار بالقانون، وهي القوانين بتطبق على كل الناس شو ما كانت مناصبهم. العدالة بهي الدولة هي الأساس لكل الحياة. سيفي أفندي، شو ردك؟ مزبوط اللي قاله نصوح أفندي ولا عم يفتري عليكم؟ مزبوط سيادة القاضي، والكل عم يقول إنه الباشا كافر وبيعبد الأصنام، وعم يقولوا إنه في عنده بالقصر الكبير كنيسة تحت الأرض، وإنه عم ياخد ذهب ومصاري كتير من السفراء الأجانب وعم يصرفهم على حاله كمان. هلأ اتركني من يلي عم يحكوا الناس، أنت شو بتقول؟ مزبوط هذا الشيء ولا لا؟ سيادة القاضي الكل هيك عم يحكوا. أنت شفت بعيونك هذا الشيء؟ عندك دليل على هذا الحكي؟ لا، بس الكل بيعرف إنه حديقته فيها منحوتات وأصنام مثل اللي بيعبدوها الكفار والمشركين. طيب أنت يا أفندي شفت الباشا شي مرة وهو عم يسجد قدام هاي الأصنام والمنحوتات اللي موجودة بحديقة قصره؟ ما شفته سيادة القاضي. طيب قلي، شفته شي مرة وهو عم يسجد ويصلي بالجامع لله سبحانه وتعالى؟ ايه شفته. انت غلطان يا افندي، الله سبحانه خلق لكل واحد منا عقل منشان نستخدمه بالحق مو بأذية الناس. في حديث شريف بيأكد على هذا الموضوع، وفحوى الحديث بيقول من كفر مسلما فقد كفر. لا تصدق كل شي بيقولوا الناس يا ابني، لازم بالأول تتأكد من الحكي مشان يكون موقفك قوي. عم تفهم علي يا سيفي؟ سيادة القاضي، بيقول المثل إنه ما في دخان من دون نار. اللي أنت حكيت كلام بزم ولا حضرة الباشا؟ أنا حكيت بهداك اليوم بس ما زميته أبداً. اللي شو قلت بالضبط؟ جاوب على سؤالي يا أفندي. أنا مو متذكر شو قلت. بتتذكر كل كلمة حكوها الناس وبتنسى الحديث اللي حضرتك قايله بلسانك. هذا العذر أنا ما بقبله بنوب يا ابني. خديجة، أهلا وسهلا. قدرتوا تعرفوا شو هي نتيجة الدعوة؟ لا، بس أنا مو مطمنة بنوب. إن شاء الله الباشا يكون بيستاهل كل هالخوف يا خديجة. أنت شو بتقصدي؟ ليش ما حكيتي لي قصة الباشا مع فريال يا خديجة؟ معقول إني أعرف بموضوع مهم مثل هاد بالصدفة؟ هيام هي اللي خبرتك؟ أنا كان لازم أعرف، بدها تحرجني قدامك مشان هيك خبرتك بالموضوع. مو المهم مين اللي خبرني خديجة، مو كل شي صار معك هيام المسؤولة عنه، خصوصا بهي القصة. الواضح انه هيام قدرت تكسبك لصفة يا أختي، مع انه كنت مفكرة انك رح توقفي معنا ضدها. خديجة انا ماني مثلك غبية، وما حدا بيقدر انه يضحك علي بهي البساطة. وحتى لو كنت بحبه كتير، الباشا أمرني يقطعوا لي راسي وهالشي مو من صلاحياته، هو كتير عم يتجاوز حدوده. حضرة القاضي سأل عني، أنا الكل بيحبني وبيحترمني، بحياتي ما أذيت مخلوق أو تعديت على إنسان. بعد إذنك يا قاضينا لازم روح على شريف. بما أنه أنت مشغول لهالدرجة، ليش قاعد عم تحكي على الناس وتضيع وقتك؟ يا قاضينا أنا خلاص ما في داعي تشرح لي أي شيء. نصوح أفندي، بتحب تضيف أي شيء على اللي قلته حضرتك؟ لا يا سيادة القاضي. بعد كل شيء سمعته منكم اتضح انه الحق مع حضرة ابراهيم باشا بموضوع القدح والذم اللي تعرض له بعد الصلاة، وبالاخص انه هو الوزير الاول بالدولة العلية. وبنفس الوقت هذا ما بيعني انه في حدا فوق القانون بالدولة العلية وينصب حاله قاضي عادل على الناس ويصدر بحقهم الاحكام والعقوبات حتى لو كان الوزير الاول، لانه المحكمة بالدولة هي المسؤولة عن هذا الشيء. بس اكتب يا حضرة الكاتب،
اعترف المدعو سيفي بن بيرم أفندي بأنه ذم وافترى على وزير الدولة الأول إبراهيم باشا ونعته بالكافر، وذلك دون أي دليل واضح، كذلك بأنه يسرق أموال الدولة العلية ويرتشي من السفراء الأجانب. وطبقا لقوانين الدولة العثمانية وأحكامها حكم عليه بمئة جلدة إضافة للعمل في التجذيف مدة 5 سنوات متتالية ونفيه بعد انتهاء هذه المدة إلى جزيرة رودوس. الله يخليك يا سيادة القاضي، أقسم لك بالله إنه ما لي علاقة بنوب، أنت عم تظلمني يا حضرة القاضي، لا تفرقني عن أولادي. الأول لازم كنت تفكر بأولادك يا سيفي أفندي، كل كلمة حكيت بحق إبراهيم باشا هي كذب وافتراء لحتى تجيبه دليل قوي يثبت كل شيء اتهمتوه فيها ذاك اليوم بالجامع، ولبين ما تجيبوا هذا الدليل هو بريء. ما بصير أي شخص يوجه أي اتهام لأي رجل مهم بالدولة بدون دليل، وهيك بتكون انتهت الدعوة. يلا خدوه. الله يخليك يا قاضينا، والله أنا مظلوم، سامحني ما بقى عيدة، بترجاك يا قاضينا الله يوفقك، رحمني، لا تبعدني عن أولادي، بترجاك حضرة القاضي. فيكن تروحوا هلأ مسيو فورست، وأنا برجع بعدين بخبركم بقرارنا. مثل ما بتأمر يا باشا. حضرة الباشا، من فترة حضرتكم وصيتوني على كتاب وأخيراً لقيته. أي كتاب هذا؟ كتاب الأمير للكاتب ميكيافيلي، رح جيبه لحضرتكم من فلورنسا، الباخرة رح تكون بالمينا بعد كم يوم. كتير منيح، أنا كنت عم بتسأل إمتى رح تجيبوه. حضرة الباشا، نصوح أفندي واقف برا. دخله. حضرة الباشا، مسيو فورست، إذا كنت حابب إنه تطمن على نتيجة الدعوة اللي سألتوني عنها قبل شوي، فيك تيجي معي هلأ على ساحة السوق لتشوف بعيونك نهاية هدول المغفلين اللي بيحكوا على أسيادهم. فعلاً هي الدعوة كانت كتير حساسة يا شيخنا، وقدرت تثبت إنك مثل ما تعودنا عليك قاضي عادل وعم تنفذ قوانين هي الدولة من دون ما تتأثر بأي شخص أو تخاف من منصبه أو نفوذه. مولاي، هذا واجبي وأنا أمد فيه، هاي مو أول مرة أنا بتفاجأ بعدالة وحكمة حضرتكم يا جلالة السلطان، بس بعد هي الدعوة كل الناس بدولتنا رح يعرفوا أنه أي شخص ممكن يوقف قدام المحكمة حتى الوزير الأول. طمني حضرة القاضي، إن شاء الله الناس بالدولة عم يلتزموا بتعاليم شهر رمضان المبارك. مو الكل، بس الوضع بشكل عام منيح يا مولاي، والشخص يلي ما عم يلتزم عم نعاقبه فورا. بس في موضوع مهم لازم حضرتكم تعرفوه يا مولاي، خبروني إنه في أزمة لحم بالعاصمة بهذا الشهر الفضيل، للأسف المسؤول عن اللحامين ما خبرنا بالوقت المناسب. شو هالحكي حضرة القاضي؟ أنت المسؤول عن اسطنبول، كيف بتهمل هيك موضوع؟ مولاي، أنا وثقت بالشخص المسؤول عن اللحامين وما عاد تابعت الموضوع، وقت صارت هاي الأزمة بالعاصمة حاولوا أنهم يحلوا هذا الموضوع بدون ما يخبروني ويشغلوا بالي، بس أنا أخذت التدابير اللازمة. رح يجوا الخواريف من الولايات المجاورة، بس ممكن أنه يتأخروا كم يوم حتى يوصلوا على اسطنبول. وهي الأزمة شو سببها؟ الموضوع أنه أمير بوغدان بيترو راريش مو ملتزم منيح بالوعود اللي قطعها يا مولاي. الخواريف يلي لازم يبعتلنا اياهم على اسطنبول بايعها لهيستان. هالموضوع لازم يتناقش بالديوان، جهزوا معلومات مفصلة عن هذا الشيء. أنا تحت أمركم يا مولاي السلطان. سلطانة، شو صار بالدعوة؟ شو القرار يلي اخذته المحكمة؟ سلطانة، سيادة القاضي أصدر حكم بحق سيفي آغا وبرأ إبراهيم باشا من القضية. كيف قدر ينفذ هالمرة؟ أنا شو ممكن ساوي أكتر من هيك حتى أرتاح وأخلص منه؟ أكيد في لغز كبير ورا. اللغز يلي وراه وعم يحميه على طول يا سلطانة هو جلالة السلطان سليمان. إبراهيم باشا صار هلأ بريء قدام الناس بعد الحكم يلي أصدره سيادة القاضي، هلأ ما بقى حدا منهم يتجرأ يتهمه أي اتهام.
بعت لي ورق إياس باشا يا سمر، خليه يجي لعندي فورا. أمرك يا سلطانة. دستور حضرة الوزير الأول إبراهيم باشا. أصدر سيادة القاضي قرار المحكمة بحق المدعو سيفي بن بيرام أفندي، وذلك لاتهامه دون دليل واضح حضرة الوزير الأعظم إبراهيم باشا بالكفر وتحريض الشعب ضده، وعوقب بمئة جلدة والعمل في تجريف السفن لمدة 5 سنوات متتالية، إضافة إلى نفيه إلى جزيرة رودوس بعد إنهائه هذه المدة. باشا فلا تفرح لأنه الله كبير. سلطانة أنا تحت أمركم. إياس باشا أكيد خبروك إنه إبراهيم باشا طلع من هي الورطة مثل الشعرة من العجين، وهلأ صار أقوى من الأول، وطبعا زاد غروره. أنا مو فهمانة كيف قدر إنه ينفذ من هي الورطة. انت لا تاكلي هم بنوب يا سلطانة، لانه اكيد بده يجي يوم وتقوم فيه الناس مرة تانية. حضرتك بتعرفي انه ابراهيم باشا مهما كبر رح يضلوا اعدائه اكتر من اصدقائه يا سلطانة. اياس باشا، ابراهيم هو اكتر شخص مقرب من مولاي السلطان، وهادي اللي عم يزيد قوته، وللأسف مولاي السلطان عم يصدقوا بكل شي عم يقوله. المفروض نحنا نكشفوا على حقيقته يا إياس باشا. أنا متأكدة إنه في شغلات كتير عم يخطط له. أنا رح أعمل كل جهدي يا سلطانة، بس الباشا حذر كتير بكل شي بيتصرفه، يعني ما بظن هذا الموضوع سهل. بكرة بتشوف كيف رح يوقع. هالغرور والقوة اللي عنده لإبراهيم عم يخلوه يتجاوز حدوده. عايشة خانم؟ أمرك سمو الأمير. اليوم قالوا لي إنك حاملتي لنا بشارة كتير حلوة، إن شاء الله تكون بشارة خير. إن شاء الله أكون عند حسن ظنكم وجبلكم الصبية أمير. منيح كتير. جنان ديري بالك عليها واهتموا فيها وانقلوها لمكان آمن، ولا تنسي جيبوا لها حكيمة خصوصي لتكون بخدمتها، لأنه صحتها أهم شي هلأ. وجيبوا لها كل شي بتحتاجه. عم تسمعي؟ أمرك يا أمير. صار فيكن تروحوا. انت كتير محظوظة، رح تصيري المفضلة يا خانم. لازم تنتبهي على حالك من هون ورايح، اهتمي بأكلك مشان اللي ببطنك، ولا بقى تطلعي من قوتك بنوم. لازم تلتزمي بكل شي رح تقلك يا الحكيمة. انت لا تقلي، رح حطه لهالولد بعيوني. ست سحر، أمرك جنان خانم. عايشة خانم صارت مفضلة الأمير مصطفى. روحي جهزي لها أوضة خاصة، أمنوا لها كل شي بتحتاجه، لأنه الخانم حامل.
بعتوا لآغا وجاريتين مشان يخدموا. حاضر يا خانم. خدوها فورا. فاطمة خانم، انت شو عم تعملي هون؟ اهلين سلطانة. الحمد لله على سلامتك يا ابراهيم باشا. قال اليوم برقوك من التهمة والمذنب عاقبوه. بس ما يكون خاب أملك هلأ يا سلطانة، لأنه كل شي خططتي له راح على الفاضي. شو يعني مفكرة حالك بتقدر تهزميني بهالبساطة وبهالألعاب الوسخة؟ إبراهيم باشا أنت كتير عم تبالغ بزنونك ومفكر كل شي عم بيصير أنا السبب فيه. أنت مو شايف أنه كل يلي حواليك بيكرهوك وما في حدا بيحبك؟ ما سمعت بإذنك شو عم يحكوا الناس عنك؟ ممتاز، طالما حضرتك عم تهتم كتير بحكي الناس، لكن ليش ما بتسمعي اللي عم يحكوا عنك؟ الوقف يلي بنيتي ما بيساويكي ملاك أبدا. بعدين يا سلطانة، أنا ما بيهمني بنوب شو عم تفكري أو شو عم يحكوا عني، لأنه محبة جلالة السلطان بتكفي مثلك تماما. إبراهيم باشا رح يجي يوم وتطلع من القصر، وصدقني وقتها ما رح ترجع على القصر مرة تانية. ما بشك بهالشي، بس في شغلة واحدة مالي متأكدة منها لحد هلأ يا باشا. شو الطريقة يلي رح تطلع فيها؟ واقف على رجليك ولا تحت الرجلين؟ وحضرتك بأي طريقة بتفضلي تطلعي من هون؟ لسه لهلأ ما فهمت يا باشا إنه أنا ما رح أطلع من هالقصر إلا يوم جنازتي. وأنا كمان مثلك. شوفي محمد، قال طالبني. مريم، أنا تراجعت عن قراري، ما بدي نورهان تنزل الولد. آسفة كتير تأخرت. يعني نزلته؟ أنا دغري خبرت الحكيمة بعد ما أنت وافقت. صبح نزلت الولد، نورهان ما عادت حامل. لا تزعل، المهم إنه هي لساتها هون، وصدقني هيك أحسن لكم. نورهان خانم جاهزة؟ يلا تسطحي على التخت لشوف. السلطانة مريم رح تجي بعد شوي، لازم نحل المشكلة قبل ما تجي. خليني أشوف سمو الأمير محمد. هاد أمر الأمير يا خانم، شو بدك تعرضي هالشي؟ يلا تسطحي هون، تعالي. يلا عادي عادي. هيك القصة لكان؟ نزار أغا؟ سلطانة؟ إذا بتقول أي كلمة يا أغا عن اللي شفته مستحيل أرحمك. سلطانة اعتبريني إنه ما شفت شيء أبدا. والله إذا حدا دري بهالقصة رح تموت. فيك تمشي. شو رأيك؟ بينوثق فيه ولا لا؟
نزار آغا يا سلطانة بخاف من خياله. حضرتك لا تاكلي همه أبدا، أنا من هون ورايح رح راقب كل تحركاته. منيح، لكن خلينا نخلص. إياس باشا. شو يا جلال زادة؟ شايف لهلأ قاعد عم تشتغل، شو في مشكلة؟ لا يا باشا، بس في وراء مهمة لازم تكون بكرة الصبح خالصة. صحيح إبراهيم باشا اليوم مستقبل السفير الفرنسي؟ مزبوط يا باشا. وهالمرة ميسيو فورس شو طالب؟ جيب لي الوراء لأقراها. أمرك يا باشا. ادخل. مولاي. تعال يا إبراهيم، فيكن تروحوا. قالوا لي حضرتك طالب تشوفني. بعد شوي رح يجوا الأمراء وبدي إياك تروح معنا لنصلي التراويح بالجامع. بتشرف يا مولاي. إبراهيم، أنت لساتك زعلان مني؟ حاشا يا مولاي. معقول أنا أزعل من حضرتك؟ أنا بحياتي ما ناقشت قراراتك أبداً ومستحيل إني ناقشها. إبراهيم، أنا لو ما طلبت إنه تنحل المشكلة بالمحكمة وقتها كانوا حيقولوا الناس إنه أنت غلطان وأنا عم بحميك، وكانت هاي الافتراءات اللي طلعت بحقك رح تكبر وتزيد أكتر يوم بعد يوم. كان لازم الناس تشوف عدالة دولتنا. مولاي السلطان، ثقتك فيني هي أهم شيء بالنسبة لي. مستعد أنه أخسر روحي ولا أنه أخسر ثقتك فيني. أدخل. مولاي، سمو الأمراء ناطرينك. منيح، يلا. جلال زادة. تفضل إياس باشا. هالمحادثات إمتى صارت؟ هدول كلهم إدمة. هالمحادثات صارت وقت راح السلطان عمانيسا. بس ليش عم تسأل يا باشا؟ ولا شي. روح أعمل لي نسخة من هاي الورقة. أمرك يا باشا. فاطمة خانم؟ لكان أنت مو هيك. كيف؟ أنت هي اللي قتلتي ابني لحتى تفضلك الساحة. أقسم بالله أني ما سويت له شيء أبداً. خرسي. والله لا قتلك بإيدي هدول. انت شلون قتلتي لابني؟ شلون؟ تعالوا ساعدوني. بدي ساعدني. بعدي عنا. اتركوني. لك اتركوني. بعدي. اتركوني، هي اللي قتلت ابني. اتركوني فاطمة. اتركوني. طلعي قدامي. صار يلي كنت خايفة منه يا مصطفى. فاطمة فقدت عقلها، صارت مثل المجنونة لما سمعت انه عايشة حامل. كانت رح تموتها وبصعوبة مخلصينها من ايديها. مصطفى، الحل الوحيد هلأ إنه فاطمة ما تبقى هون، لأنه إذا بتضل بهالقصر رح تأذي اللي حواليها وتأذي حالها كمان. أنا بشوف لازم نبعتها على مشفى ست حفصة، بتضل هنيك لحتى تطيب على الأقل.
هالمحادثات السلطان عنده علم فيها؟ جلال زادة قال لي ما أراهن يا سلطانة. أكيد حضرته ما له خبر بهذا الكلام المكتوب. إياس باشا عملت شغلة كتير منيحة. أنا ما غلطت أبداً كوني وثقت فيك. بفضل توجيهاتك يا سلطانة. شو بتأمريني ساوي هلأ؟ إبراهيم باشا قال لي بيوم من الأيام إنه هو الذئب وإنه أنا الأرنب، يعني كان قصده إنه أنا ضعيفة كتير قدامه، وطالما هو شايفني ضعيفة هالقد فرح ورجي شو بقدر ساوي. وأسهل شغلة بيقدر يساويها الأرنب يركض ويخبر السلطان. ها نصوح أفندي، اليوم رح ساوي وليمة إفطار لأركان الدولة العثمانية بالقصر تبعي، وبدي إياك تكون موجود. شرف لإلي كون موجود. حضرة الباشا أهلا وسهلا بالقاضي. أهلا فيك يا حضرة الباشا، أجيت حتى أشوف جلالة السلطان وأشرح له حول قضية تأمين الخواريف. عندي خبر هلأ منفوت سوا. أبو السعود أفندي، أنا بشكرك كثير على القرار الصائب اللي أخذته بحقي بالمحكمة اليوم. هالقرار يلي أخذته ما إله علاقة بحضرتك بنوب يا حضرة الباشا، أنا أخذت هذا القرار بحسب القانون يلي بمثله هون. ادخل. مولاي. خير إياس باشا، ليش إجيت لحالك؟ لسه ما وصل حضرة القاضي؟ إجيت لعند حضرتك مشان موضوع تاني يا مولاي. خير شو في؟ مولاي مبارح أنا ما درت أنه أحضر محادثات إبراهيم باشا مع السفير الفرنسي، لهيك رحت اليوم لأقرأ محضر الاجتماع، واطلعت كمان على المحادثات يلي صارت بينهم من قبل، وكانت بغيابك لما كنت حضرتك مسافر عن سمو الأمير مصطفى، وهالمحادثات فيها شيء مهم. عندي خبر بالمحادثات، إبراهيم باشا خبرني كل شيء. وحضرتك عندك علم بالشيء اللي قاله وقتها؟ شو المشكلة يا باشا؟ مولاي هي المحادثات المفروض انك تقراها. يعني لو كان القانون بيسمح لك كنت تخلصت مني هالمرة؟ حضرة الباشا هذا الكلام مو حلو بحقي. انت اخذت هالقرار مشان تمسح جوخ لجلالة السلطان، هدفك كتير واضح، حضرتك راكد ورا المنصب. حضرة الباشا الشيء الوحيد اللي راكد وراه بالحياة هو تحقيق العدالة، وأنا راح أقدم حسابي لرب العالمين يوم القيامة، وهدفي الوحيد هو إرضاء رب العالمين. تحقيق العدالة، ومشان هيك عم بتخبيه لابنك هون وهون يا حضرة القاضي؟ أكيد لو هو كان ابن شخص تاني كنت أصدرت بحقه حكم قاسي. هالعدالة هال، هاي العدالة اللي عم تحكي عنها كلها بإيدي. هالشي لازم تفهمه يا حضرة القاضي. شو حضرتك مفكر إنه فيك تاخد قرار عكس اللي أخدته اليوم؟ مثل ما شفت جلالة السلطان واقف جنبي، جلالة السلطان عم يحميني حتى من نفسه من خلال القرار يلي أخده هو بالديوان بذاته، اللي مين في ضرني هلأ؟ بالنهاية نحن مجرد بشر خطائين يا باشا، وما حدا فينا معصوم عن الغلط، وفي كتير ناس ممكن إنهم يؤذوا حالهم بإيديهم. قصدك مثل ابنك؟ خليك هون أنا فوت وخبره للسلطان. الوحش اللي هو أشرس حيوان بين كل الحيوانات بيتم ترويضه بالذكاء وبالقوة، المربي تبعه
أول شي بيعمله مشان يروضه بطعميه من الأكل يلي بيحبه مشان يعودوا عليه، وبنفس الوقت يا ميسيو فورست بيضل حامل عصاية في إيده لحتى يخليه يشعر بالخوف، وكمان مشان يحمي حاله منه بنفس الوقت. ولا شخص غريب بيسترجي إنه يطعميه أي شي، طبعاً إلا شخص واحد، الشخص يلي دائماً بطعميه ومتعود عليه. الوحش هو الحكمدار يا مسيو، والمربين تبعه هنن الوزراء. الوحش هو القائد الأعلى وسلطان العثمانيين، وطبعاً يلي عم يروضوا لجلالة السلطان العظيم، واللي حامل بإيده عصاية القرار والسلطة بهالدولة هو أنا. أنا يلي عم أدير أمور هاي الإمبراطورية العظيمة، حتى كل القرارات اللي بياخدها جلالة السلطان مستحيل إنه تتنفذ على الأرض إلا إذا أنا اطلعت عليها أولاً وعطيت الأمر بتنفيذها، لأنه الأمور كلها بإيدي. مولاي السلطان، إبراهيم باشا طالب شوف حضرتك. مولاي؟ اجا القاضي أبو السعود مشان يقدم لنا المعلومات عن مشكلة اللحم. أنا درست هذا الموضوع بنفسي. أمير بوغدان كان لازم إنه يبعث لنا الخواريف لهون، بس طلع بايعهم لهستان. من الواضح إنه الموضوع أكبر بكتير من هيك، وهو عم يتعاون من ورا ظهرنا مع فيرديناند وشاركان يا مولاي السلطان. مولاي أنت منيح؟ مو هلأ يا إبراهيم، مو هلأ. أنا بأمركم. مولاي أنا اليوم رح ساوي بقصري إفطار لأركان الدولة العالية، ورح كون كتير مبسوط إذا حضرتكم قبلتوا تشرفوني. أكيد يا إبراهيم. كيف نورهان هلأ؟ طمني سلطانة، وضع كتير منيح، إن شاء الله كم يوم وبتطيب. كان هذا الحل الوحيد قدامنا. شو صاير مع نورهان خانم؟ من يومين ما كان فيها شيء. والله يا عفيفة خانم، ما بعرف أنا شو بدي أقلك، إنما قصة هاي البنت ما بتطمن أبداً، وأنا خايف كتير يا خانم، لأنه إذا عرفوا إنه أنا خبرتك رح يقطعوا لي راسي. خوفتني نزار، قلي شو الموضوع؟ امبارح وانا رايح على المطبخ نزار اغا سلطانه شو انت نسيت؟ عفيفه خانم، العيله نزار اغا من القصر فورا، ما بدي اشوفه شو نهائيا. خير سلطانه ليكون مقصر بشغله. الموضوع منتهي يا خانم، نفذي الأمر. يلا يا روحي افتح تمك. يلا جيهانجير انت لازم تاكل،
بكرة بس تكبر رح تصير تصوم مثلنا. ما بدي آكل. تعالي عفيفة خانم. سلطانة، الأمير حابب أنه يصوم بهذا الشهر المبارك، شو رأيك؟ مو لساته صغير؟ الحكيمة قالت أنه الصيام لولد بعمره مو منيح سلطانة. السنة الجاي إن شاء الله. إن شاء الله. نازلي خدي الأمير جيهانجير لجوا. عفيفة خانم خير؟ شوفي، اجيت خبرك سلطانة. سلطانة مريم طلبت مني ألعو لنزار آغا من القصر، قالت ما بدها إياه بالقصر. شو عمل نزار آغا؟ سلطانة. خير مريم؟ شو الموضوع؟ نزار آغا شو عمل حتى بدك تقلعي من هون؟ وبعدين كان لازم ترجعي لي قبل ما تخبري عفيفة خانم. تركينا لحالنا. سلطانة، يلا احكي لشوف. لو عرفتي شو عامل الآغا كنتي رح تقلعي فورا. شو معنات هالحكي؟ عرف بموضوع تشالي جالي؟ كان ناوي يقول لعفيفة خانم كل شي. من وين عرف بالقصة؟ ما بعرف، هو وزمرده بيقعدوا كتير مع بعضهم، لازم يروح من هون لأنه أكيد هو ما رح يسكت. عفيفة خانم. مولاتي السلطانة، بعتي لنزار على ترابزون فورا وممنوع انه يجي على القصر لهون مرة تانية، وقولي له انه يحمد ربه لاني ما قطعت له راسه. يا الله، حاسس حالي رح موت من الجوع. طول بالك، تحمل شوي. شبك ليش تعبان كل هالقد؟ لأني طول الوقت عم بركض ورا شغل الحرملك اللي غيري هامله، وحضرتك قاعد بالمطبخ ما شاء الله وزير، وبسحور أكلت أكل مثل الوحش يا بني آدم. بعدين شوف لي هالمنظر، هذا كرش. أستغفر الله العظيم، ما شاء الله شو آدمي. شو بك نزار آغا؟ عود بقى حولتنا يا زلمة. ما في شي، بس أنا جوعان شوي. شوف شوف زلمة قدو هالقد مو قدران يتحمل. نزار آغا. أمرك عفيفة خانم. عفيفة خانم، أنا ما بعرف شو عملت، بس السلطانة هيام أمرت إنه نبعدك من هون. ولوين رح يبعدوني؟ روح ضب أغراضك، رح يرجعوك على ترابزون. نشكر الله ونحمده، يعني مو أحسن ما يرموني بالطريق؟ عفيفة خانم، خير إن شاء الله؟ شو عم يصير؟ عن جد رح تبعدوا لنزار من هون؟ روح حضر حالك. أنا صار لازم ودعكم. والله يا نزار أنا رح موت من القهر على روحتك، مو قدران أتحمل، رح يغطى على قلبي. أوعى تموت. خير نزار آغا، أنت شو اللي عامله؟ ما دخلكم فيني بنوب. نزار آغا، نزار آغا، اللي لشوف شو عملت حتى بدون يقلعوك هيك؟ ولا شي. كيف ما سويت شي؟ اللي شو عملت حتى السلطانة هيام بدها تقلعك من القصر وتبعتك على ترابزون؟ قالت لي خليه يشكر ربه إنه ما قطعت له راسه. شو عامل يا نزار؟ انت شو كنت بدك تقلي؟ ولا شي عفيفة خانم، لازم روح.
الله بيعلم شو هي البلوة اللي عاملها. يلا امشي ولا تضيع وقت. ادخل. سمو الأمير مصطفى. أهلا وسهلا تشالي جالي، كيفك؟ داعيلكم بالصحة سمو الأمير. سمو الأمير، هلأ خبروني شو صاير بغيابي. الباقي بحياتكم. حياتك الباقي. الحقيقة موت ابني قهرني كتير يا تشالي جالي. الله يصبركم سمو الأمير. آمين. أنت وصلت الخبر للعصمة؟ قلي شو صار؟ الأمور يا سمو الأمير ما مشت مثل ما بدنا بخصوص جولنار، لأنه الخانم انتحرت قبل ما تعترف مين أمر بقتلك. حضرة الباشا خبروا لجلالة السلطان بالموضوع، بس مولاي للأسف ما صدق كل هذا الكلام. أصلاً لو صدق كلامه كنت استغربت. إمتى ناوية تبعتيها من هون يا سلطانة؟ ما في داعي إنه نستنى، جهزوا حالكم مشان تاخدوها اليوم. تحت أمرك سلطانة. كيف وضعها هلأ؟ هديت أعصابها شوي؟ الحكيمة عم تعطيها الدواء، بس وضعها صعب يا سلطانة. سلطانة؟ بجوز إذا فاطمة شافتك أعصابها تتوتر أكتر. حابة فوتوا شوفها يا ديانا، كانت مخلصة لي على طول. مولاي، سلطانة هيان طالبة تشوفكم. سلطانة، سامحيني لأنه جلالة السلطان طلب أنه ترجعي على جناحك. مو قلت لي أنه ما عنده حدا؟ مزبوط، بس جلالته هيك طلب.
حضرة الباشا؟ حلي. اجا السفير الفرنسي مسيو فورست. خير، شو جابوا وقت الافطار؟ خليه يفوت لنشوف شو مشكلته. حضرة الوزير الأول، أنا آسف إذا كنت أزعجتكم. تفضل مسيو فورست. نحن مبسوطين كتير لما منشوف سفير دولة فرنسا الحليفة موجود معنا. حضرة الباشا، أخيراً وصلني الكتاب اللي حضرتك وصيتني عليه، إذا بتسمح لي رح أقدمه لحضرتك هلأ. وانت يا إبراهيم، فكرت شو الطريقة اللي أنت رح تموت فيها؟ بتمنى موت وأنا صديقك يا مولاي وأخ لحضرتك، ومثل ما كنت على طول رفيق عمرك. هذا هو الكتاب المحرم اللي طلبته مني للكاتب اللي اسمه ميكافيلي. الكتاب المحرم. أول مرة بسمع بحياتي إنه في كتاب بيخوف لهالدرجة. شو رأيك يا ريس خضر؟ اللي بعرفه إنه اللي كاتب هالكتاب هو الشيطان يا باشا. لكن لشوف شو كاتب هالشيطان. إبراهيم باشا، انت راح تكون قائد الجيوش العثمانية بهاي الحملة، مبروك عليك. مولاي حضرتكم بهالوظيفة قربتوني من الموت أكثر. إبراهيم باشا، بدي تقرأ هاد بالديوان. وعلى الجميع أن يعرف الآن أن إبراهيم باشا يمثل السلطان، وكل أوامره وأحكامه تنفذ بحرفيتها ودون تلكؤ وبدون أي اعتراض. لا تفكر للحظة أن روحك رخيصة عندي، ويكون بعلمك أنت رح تضل تحت حمايتي، وبهالقرار عم بحميك حتى من نفسي. باشوات شو كاتب ميكافيلي هون؟ عم بيقارن الدولة العثمانية العلية بدولة فرنسا. عم بيقول انه بيتم إدارة شؤون السلطنة العثمانية من قبل شخص واحد بس، وباقي الناس مجرد رعاية له، وهو الشخص الوحيد يلي بيعين المسؤولين بالدولة مثل ما بده، وبيبدن ايمتى ما بده كمان. أما بدولة فرنسا ففي شخصيات كتير مهمة وإلهم امتيازات كبيرة، حتى الملك ما بيقدر إنه يجردهم من امتيازاتهم، ولهيك من الصعب احتلال أو تغيير الدولة العثمانية وإزاحة عرش السلطان، لكن من السهل التغيير وإزاحة الملك بفرنسا. وإذا حاول حدا الاعتداء على العرش العثماني رح يقوم كل الشعب يلي بهالدولة بالاتحاد ضده، بس إذا الأعداء قدروا إنهم يهزموا العثمانيين بالحرب وقدروا بعدين إنهم يزيلوا سلالة آل عثمان كلها، وقتها ما في داعي للخوف أبداً. لأنه مسؤولين الدولة الباقيين ما لهم تأثير على الشعب بنوب.
واضح انه ميكافيلي وقت اللي كتب هالكتاب ما كان له خبر بوجودي. لانه انا العمود الاساسي للدوله العليه، وراح اضل هالدوله شامخه طول ما انا لساتني عايش ومستلم منصبي بهالدوله. حضرة القاضي، لك أنا ما قلت لكم لا حد يزعجني بنوب يا بني آدم. يا أفندي، مولاي السلطان هون. شو؟ روح دخل بسرعة، روح. مولاي سامحني، مولاي لو كنت بعرف أنه حضرتك جاي. لو سمحت حضرة القاضي، كيفك أبو سعود أفندي؟ داعي لك بالصحة والسلامة يا مولاي، أنا منيح كتير. حضرتك كيفك؟ إن شاء الله صحة جلالتك منيحة. بدي استشيرك بموضوع كتير مهم. وأنا تحت أمرك يا مولاي. شو بتحب ضيف حضرتك؟ ما بدي غير شوية مي. الحق معك يا حضرة الباشا، مملكتنا ما أخذت هالامتيازات إلا بعد موافقة حضرتك. إيه طبعاً، طبيعي هالشي. ميكافيلي مقسم البشر لقسمين بكتابه، أشخاص بيعيشوا بيموتوا والتاريخ ما بيتذكرهم، وأشخاص بتصنع التاريخ يعني مثلي. رح نثبت لكل دول أوروبا والعالم المسيحي إنه بدها تبدأ مرحلة جديدة بهالكون وقت بتقوم الدولة العثمانية العلية بالحملة على إيطاليا وتنهيها. مزبوط؟ مولاي شو يلي شاغل حضرتك لهالدرجة هي؟ أبو سعود أفندي، صار لي فترة طويلة عم فكر بشغلة مهمة، وأخيرا قدرت أوصل لقرار، وهالقرار هذا بيتعلق بمصير شخص كتير قريب مني يا أفندي. بس المشكلة إني حامي لهذا الشخص حتى من نفسي بفرمان شريف كتبته من مدة طويلة. جلالة السلطان عم يحميني حتى من نفسه من خلال القرار يلي أخده هو بالديوان بذاته اللي مين في ضرني هلأ. شو لازم أعمل لعاقب هذا الزلمة يلي وعدته أحميه من نفسي؟ لازم إني نفذ الوعد اللي وعدته إياه، ولازم طبق قراري وعدالتي بنفس الوقت. الحقيقة مالي عرفان كيف بدي اجمع بين اتنين. مولاي إذا ما في مانع في مجال إني أعرف شو هالقرار اللي حضرتك توصلت له مشان هالشخص، مشان أقدر أخدمك لقتل.